كما كتشوفوا احنا بصدد القيام بحمله طبيه مجانيه تطوعيه لفائده النساء دار الحي بايت ملول. هذه الحمله الهدف منها هي تقديم الخدمات الصحيه المجانيه لفائده واحد الفئه الهشه اللي كيستافدوا من خدمات هذا دار الحي. وكتشمل هذه الحمله الطبيه كتشمل فحوصات مجانية في الطب العام، تقديم الأدوية، وكذلك وخصوصا خصوصا الكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم. وهذه الحملة فكرنا فيها خصوصا للنساء اللي تتكون الفئة المستهدفة، هي النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي كيصادف 8 مارس من كل سنة، بمشاركة مع طبيبات جمعية الجنوب. إذا الهدف من هذه القافلة أنه يستفدوا الأخوات المسجلين عندي في محو الأمية، والحمد لله ارتأينا إلى أن نوسعوها وتزاد العدد الحمد لله وأصبحت بعد الكثافة. إذا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ييسر الأمور ويدوز كل شيء يعني على خير، وكنتمنى من يعني أنه إن شاء الله نكون حققنا ولو بواحد نسبة كبيرة واحد النجاح اللي كنطمحوا ليه حنا والمستفيدات، وحاربنا ولو بواحد صفة ضئيلة بعض الأمراض اللي كاينه موجوده وربما الاخوات يعني في غفله عنها، منها الامراض ديال عنق الرحم وامراض ديال سرطان الثدي وغيرها من الامراض حتى الامراض الجلديه. بعد توقف انشطه الجمعيه بسبب جائحه كورونا، الحمد لله ملي تخففت هذه الجائحه بدات الانشطه ديال الجمعيه كتشتغل. البارح شاركنا في واحد المعرض التي نظمته جماعة أيت ملول بشراكة مع الجمعية المجتمع المدني، واليوم عندنا واحد حملة طبية لفائدة نساء منطقة أيت ملول. الحمد لله واحد القافلة كانت في المستوى بشراكة مع جمعية نساء طبيبة الجنوب ومندوبية الصحة بإن زكان. والحمد لله الجمعية حطت واحد البرنامج سنوي بما فيه برنامج محو الأمية وما بعد محو الأمية وبعض الخرجات والرحلات وكذلك التأهيل الحرفي للنساء. أنا من الناس المستفيدات في الجمعية، الحمد لله لقينا كل شيء، التبرعات اللي خاصينا منهم الفحوصات كاملين، يعني فحصونا على الثدي وفحصونا على الجهاز التناسلي ديالنا، والحمد لله كاع الخواص ديالنا حققوهم لينا، وحتى من الدواء حتى أي حاجة، وكل شيء غادي على أحسن ما يرام. الحمد لله ما خصاتنا حتى شي حاجة، الحمد لله. وهذا ما نقولوا راه كل شيء الناس الحمد لله، داك الشيء كاع اللي عنده شي حاجة قضاوها ليه، وكل شيء غادي على مسطرة مزيانة. لأننا ما كنحاولوش نستمتعوا بالاختلاف ديالنا، كنبداو نقارنوا بلوسنا، وباش أنا نثبت راسي خاصني نعرف الآخر. لأن أنا شنو كنحس ديك الساعات؟ كنحس بأنني ما عنديش القيمة. ملي كنحس أنا ما عنديش القيمة كنبغي نحيدها لكلشي الناس باش يبان أنا عندي القيمة عندهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.